مقاتلات الجيل الخامس التركية الشبحية، خبرة 6000 مهندس. تكثف تركيا جهودها بأقصى طاقة ممكنة، خصوصا في مجال صناعة الطيران والدفاع، لتسابق الزمن حتى تصبح من بين أكبر 10 دول في الصناعات الدفاعية. ومن بين أضخم هذه المشاريع التي سخرت تركيا أكثر من 6000 مهندس بكامل طاقاتهم وبمعدل 24 ساعة يوميا على مدار الأسبوع عمل دون انقطاع، مقاتلات الجيل الخامس التي ستغير وجه المعارك. ومن أبرز هذه المشاريع طائرة TFX النفاذة، هي مقاتلة الجيل الخامس الشبحية تركية الصناعة، ويجري تصنيعها من مواد مركبة لتتمتع بخصائص تتيح لها إمكانية الاختفاء أمام الرادارات والموجات الإلكترونية. ويجري تزويد المقاتلة بمحركين، وستتميز بكون الذخائر والصواريخ التي ستحملها ستكون أكثر تطوراً من التي تملكها الآن المقاتلتان الأمريكيتان F-22 و F-35 الشبحيتان. من المتوقع أن تقوم بأول رحلة في الأجواء بحلول عام 2023، وتقدر مدة طلعات الاختبار للمقاتلة بنحو سنتين. ويعتبر مشروع المقاتلة الجديدة الشبحية التركية أهم مشاريع تركيا في ميدان الصناعات الحربية والجوية في السنوات الماضية، والتي ستستبدل مقاتلات F-16 التي دخلت الخدمة في سلاح القوات الجوية التركية منذ عام 1988. وبعض هذه المشاريع دخل في مرحلة الإنتاج الضخم الفعلي في وقت قياسي قبل الزمن المحدد لبدء إنتاجه، مثل طائرة سنغور المسيرة الهجومية، والتي تعد بحسب شركة توساش لصناعة الطيران أسطورة جديدة تنافس طائرات بيركدار وأكنجي. نجحت العنقاء أكسونغور في اختبارات التحليق والحمولة الأخيرة، واستطاعت التحليق على ارتفاع 48,000 قدم، وباتت تتميز بقدرتها على نقل حمولة تزن أكثر من 700 كيلوغرام.